السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. اليوم سوف نشرح هذا الموقع سوشيال بلاد، هذا الموقع الذي يعطينا تحليل لقناة اليوتيوب ويعطينا تحليل لكثير من القنوات، مثلا تويتر، ويعطينا استيماسيون المبالغ التي يمكن أن يجنيها أيتها قناة، المبالغ التي يمكن أن تجنيها القناة من اليوتيوب أو كما قلت من هذه المواقع التي هنا. إذن هذا هو الموقع. الدخول للموقع هنا، نترك اليوتيوب كما هنا، وسوف أقوم بعمل تجربة على إحدى القنوات العشوائية. مثلا قمت بالدخول لهذه القناة، تقوم بالدخول، تأخذ اللينك الخاص بالقناة كما هو، ثم نعود إلى الموقع، ثم نعمل باست ونقوم بعمل ريسيرش وننتظر حتى يعطينا المعلومات الخاصة بالقناة. إذن كما ترون فهذه هي القناة، يعطينا الأبلود، يعطينا السبسكرايب الخاص بها، عدد المشتركين، عدد الفيديوهات، وهنا يعطينا معلومات أخرى كما ترون خاصة بالعدد، عدد الفيو، عدد المشاهدات، هنا عدد المشتركين والعديد من المعلومات الأخرى كما هنا. فهنا فإنه يعطينا يعني تقدير الربح لهذه القناة بالنسبة في شهر، هنا مونتلي يعني في الشهر، وهنا في السنة تقدير الربح لها في السنة كما ترون. فهذا الموقع فهو يساعدنا في معرفة هل القناة هي في تصاعد أم هي في نزول. سوف نقوم بالبحث عن قناة أخرى، مثلا هذه القناة التي قمت هنا، وسوف نختار قناة تكون مشهورة جدا إن شاء الله. دائما نأخذ اللينك ونقوم بوضعه في الخانة، ثم كما ترون هذه القناة فهي أحسن من القناة الأولى، عدد الفيو الخاص بها وعدد الربح الذي يمكن أن يكون بالنسبة للشهر وبالنسبة للسنة فهو مرتفع شيئا ما، أحسن من الأخرى. وهنا بعض المعطيات الأخرى يعني تفيد الأيام الأخيرة التي كما ترون. فهنا يعطينا تحليل للسبسكرايب للناس الذين قاموا بالتسجيل، وهنا عدد المشاهدات كما ترون. هذا هو اليوم الذي نقوم بتسجيل الفيديو فهو يعطينا اللايف، ثم هنا يعطينا بالنسبة للأيام القادمة، فإنه يعطينا استيماسيون للأيام القادمة. هذا هو المنحنى الخاص بالقناة. إذن فهذه المعطيات فهي جدا مهمة. سوف نختار قناة أخرى، نأخذ قناة عشوائية ليس بمهم، سوف أخذ هذه القناة. إذن هذا هو اللينك الخاص بها، ثم نذهب إلى الموقع، نعود إلى الصفحة الرئيسية، ثم نضع رابط القناة هنا، ثم عمل سيرش. كما ترون فهذه هي المعطيات، معطيات دقيقة جدا، وهي تفيدنا في عمل أناليز للقناة. أتمنى أن يكون هذا الموقع أو هذا الشرح قد أفادكم، وإلى اللقاء.